حاضنة شعبية شبابية تطالب بالتغيير في دول الغرب الأفريقي الذي تحول لبؤرة توتر ساخنة اهتزت على وقع تطورات سياسية هي الأبرز منذ عقود. انقلاب وراء انقلاب في دول لطالما كانت تدور في فلك النفوذ الجيوسياسي الفرنسي، شبابها أصبح يرفض الوجود الأجنبي ويطالب بنظام يكفل حقوقه. غضب شعبي في كل من مالي، بوركينا فاسو، النيجر والغابون يغذيه سوء الأوضاع المعيشية وارتفاع معدلات الفقر والفساد والبطالة، عوامل زادت الطينة بلة وخلفت معها تململا واستياء كبيرين تجاه الوضع الراهن. شرارة المظاهرات في هذه الدول كانت بدايتها قبل الانقلابات، لكنها لم تكن قوية إلا بعد ثباتها. حينها بدأت بعض المجموعات المدنية في تنظيم مظاهرات واسعة رفعت خلالها الأعلام الروسية وحرقت فيها الأعلام الفرنسية. الأصوات تعالت ولوائح كتبت عليها شعارات مختلفة، البعض منها مناهض للوجود الفرنسي والبعض الآخر يتهم الحكومة بالفساد السياسي وسوء استخدام السلطة. هذه الإرادة الشعبية الشبابية قد يكون المستفيد الأكبر منها هم القادة العسكريون الذين يحاولون حشد أصوات الشباب لصالحهم في خطوة تمكنهم من بلوغ مقاليد الحكم وبعث سياسة أفريقية جديدة بعيدة عن النفوذ الفرنسي وقريبة من الروسية. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.